بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سمعنا اليوم يا أحبة الإنجيل اللي بيهزنا، إنجيل اللي بيحاسب فيه ربنا كل واحد منا، وبنقف أمامه مثل ما وقفوا هالمديونين ونطلب رحمة، ومنريد هالرحمة تغسلنا من جوا. ولكن وقعنا نحن يوم بعد يوم ما عم بيكون هيك. هيدا بساطة الكلام اللي قال يسوع قلنا يا اليوم، إذا أنتوا ما بتتعلموا تغفروا لبعضكم زلات بعض، أبي السماوي ما رح يغفر لكم زلاتكم. نحن عنا جهاد يومي أن نطلب من الله رحمته ونكون دايماً تحت سقفه، ولكن للأسف منحط سقف لنفسنا لحتى نتحرك فيه. العبد الأول بالظاهر كان تحت سقف هالآب السماوي وطلب رحمته، ولكن بعد لحظة حط سقف آخر بعلاقته مع الآخرين وطالب حقوقه. وهذا كنا نحن نعمله، ولكن الواحد بيشكر الله إنه بهالإنجيل في جماعة موجودة اللي هن رفقاته لهالعبد اللي عندهم سقف الله تماماً، اللي هن بيلتجوا لإله لحتى يحاولوا يحلوا العسرة اللي موجودة بالجماعة. كيف هالعبد الأول تصرف وكان عسرة لأخوته وعسرة للآخرين، وكيف بدنا نحل أمل هالعسرة بين بعضنا البعض. فالجمال اللي موجود اليوم بهالإنجيل هو جمالين: جمال الله اللي بيعرف يرحم ويقدب، وجمال هالمجموعة هالجماعة المؤمنة المصلية اللي سقفها هو ربنا والإنجيل مش شيء تاني. لأنه غالباً بأيام العسرات نحن نتعاطى مع بعضنا البعض بهالأمور بصالوناتنا وبأحاديثنا برات سقف الله وسقف الإنجيل وسقف اجتماع المؤمنين بالكنيسة. وهيك بيصير عنا كمان نحن مثل العبد الأول سقوف أخرى وأناجيل أخرى نتعاطى فيها. فبيجي اليوم هالإنجيل بيريد يضبنا كلنا سوا، اللي بيعسر والمتعسرين مع بعضهم البعض تحت سقف واحد اللي هو الآب السماوي والإنجيل اللي قاله يسوع المسيح، والختام اللي موجود بآخر الإنجيل: إذا ما بتتعلموا تسامحوا بعضكم البعض هيك بيعمل فيكم أباكم السماوي، بيحطكم للمعذبين لحتى تتعلموا إنكم تغفروا لبعضكم البعض. مثل غسالة عندها بروجرام وشغال، والإنجيل اليوم هو هالغسالة تماماً اللي بيريد فيها يسوع يعلمنا يغسل فيها كل خطايانا، وبشكل خاص نتعلم نحن نستعمل هالغسالة مش لغيرنا، لذاتنا نحن لازم نكون فيها لحتى نحن ننغسل من جوها. وكيف ممكن ننغسل من جوها؟ عنا صعوبات كثيرة. أول صعوبة هي ماضينا، ماضينا بعلاقاتنا مع ذاتنا، جروحاتنا، معاناتنا، ولكن كمان عنا معاناة مع بعضنا البعض. وهيدا هالماضي بجروحاته بمعاناته بآلامه خلق عنا عقد مختلفة ما عم نقدر نلتفت منا لرحمة الله. نطلب رحمة الله لذاتنا مشان نحن نكون بخير، بس بيعمق ذاتنا من جوا في صعوبات كثيرة، ما عم نقدر ننقل نور الإنجيل ورحمة الله لهيديك الأماكن من نفوسنا. فبيجي هالإنجيل أول شيء لحتى من جوا يغسلنا بأعماقنا، بأنه يتكرر هالغسيل كذا مرة بحياتنا، يوم بعد يوم وسنة بعد سنة، بمقدار نضج توبتنا بحياتنا. وهيدا الإنسان ما رح يكتشف خبرته إلا إذا رضي أنه يبقى بهالغسالة وينغسل فيها جوا. على صعيد آخر، إذا بدنا ننتقل من الصعيد الشخصي على صعيد الكنيسة الجماعة المؤمنة، كيف ممكن تتعاون بهالعمل اللي هو هالغسيل، غسيل خطايانا
وقت نحن نجتمع مع بعضنا البعض، وبشرقنا نحن هون للأسف منراقب بعضنا البعض، منراقب خطايا بعضنا البعض، ومنسرسر عن هالخطايا لبعضنا البعض. بس ما منعمل هالشي اللي صار بالإنجيل، إنه بصلاتنا بالعمق وقلب الموجوع نرفع هالمشكلة هالعسرة هالصعوبة لربنا، لحتى هونيك هو يشتغل وتشتغل غسالته فينا بطريقة تعاطينا مع عسراتنا وصعوباتنا وآلامنا وخطايانا، لحتى نعمة الله تفوت وتغسلنا، تغسل طريقة تعاطينا مع بعضنا البعض ونظراتنا وأحاديثنا وكلامنا وظنوننا وشكوكنا وأحكامنا وإداناتنا. هيدي كلها أفعال صادرة عنا وبنعملها بشكل بديهي وتلقائي وطبيعي، وهيك عم نمارس حياتنا اللي منسميها اجتماعية. ولكن وين حياتنا الروحية؟ صارت خارج إطار الكنيسة، كأنه نحن منلبس لبس الإنسان المسيحي وقتا منقول أبانا الذي ومنجي منتناول، ولكن بعدين عنا لباس آخر نلبسه، وكأنه في إنجيل آخر وسقف آخر لحياتنا غير الآب السماوي اللي صلينا له، وغير هالأسرار المقدسة اللي طلبناها لغفران خطايانا. منروح على عالم آخر غير عالم الله. فهالشكل آخر الجماعة المؤمنة اللي بتتعاطى مع إنجيل المسيح بمجال كيف نتعلم نغفر لبعضنا البعض صار أساسي وضروري. شوفوا كيف باع الإنجيل اليوم عم بيحاول يحوش ويحتضن كل هالفئات هيدي، المتعسر، المتعسرين بسببه اللي بيعسر الناس، بس هولي كلهم سوى الإنجيل بيضبهم تحت جناحه إذا رادوا. ما هيك؟ هذا كله فينا نسلط الضوء عليه إسا لمجالات أبعد. وقت نحن ككنيسة بتنضج نتعلم نحن كجماعة مؤمنة نتوب، ومنتوب يعني منصير دايماً مرجعنا الله، مش مرجعنا حقوقنا ومرجعنا كرامتنا ومرجعنا شخصيتنا وما إلى ذلك، ولكن مرجعيتنا هي دايماً الله اللي هو بيقدر يعرف كيف يحصل الحقوق إذا فينا نقول لنفسنا. هالإنجيل ما فينا إلا نمده لحياتنا المسيحية ككل. نحن عايشين ببلد مثل لبنان، وعايشين ببلدان مختلفة على كل هالكرة الأرضية، وما فينا الإنسان المسيحي اللي بيريد يشهد ببلده إلا ما يعكس هالإنجيل. وعنا صعوبة بالعمق بهالبلد كمسيحيين إن نقدر نشهد لحقيقة هالإنجيل، لأنه نحن بين بعضنا البعض قلوبنا ما نصافي مع بعضنا البعض. عدم هالصفاء، عدم المحبة، عدم الغفران، عدم معرفتنا كيف نحل أمور الماضي بهالغسالة اللي هي غسالة الكنيسة، لحتى نطل بروح جديدة، بكلام جديد، بتعاطي جديد، ولكن بالأخص بقلب جديد مع بعضنا البعض، عم بيحرمنا أن نكون الخميرة الصالحة والملح اللي بيعرف يملح ويعطي طعم للحياة بهالبلد بأوجهه المتعددة السياسية وكل شيء اللي بتريدون، لحتى نقدر نعيش مع بعضنا البعض ما نضلنا بخلاف. وهالبلد عم بينهار لأنه ما في توبة عنا نحن كمسيحيين. وإذا بريد أني روح لأبعد من هالمجال، اليوم عالمنا المعاصر بأزماته الكبيرة والحروب بين الدول والفساد المستشري في هيكلياتها المختلفة، وقتا بيمروا بأزمات كتيرة عندهم سؤال كتير كبير، كيف بنوقف ونتصالح مع بعضنا البعض؟ وفي كتير تفكير عموماً عند مؤسسات مختلفة كيف نتعاطى مع ماضينا، لحتى نشوف كيف حساباتنا مع بعضنا البعض كشعب. وهذا بيسري على لبنان بشكل خاص اللي مر ما بس بحرب طويلة، بحروب مختلفة، لحتى نشوف كيف نقدر نطهر ذاكرتنا التاريخية، لحتى نقدر نقابل شركائنا بالوطن بأنه يكون في بناء صالح لألي. وهذا وجه من المصالحة اللي موجودة اليوم بالإنجيل، لأنه دايماً نحن عنا ما بس جروحات من الماضي، عنا خوف من المستقبل، لأنه الحاضر ما عم نعرف نعيشه، مكبلنا الماضي ومن تاني ميل المستقبل بخيفنا، حقوقي بتضيع، أنا بدي أبقى، شو جوابي؟
للأسف إذا بدنا نطلع وأنا بلبنان، الجواب المسيحي هو إني أمشي. ما فت بكل هالغسالة لحتى أن نقي ماضية وحديث صالوناتي والتعاون مع بعضنا البعض لنبني هالبلد. وهيدا نوع من هروب، وكل واحد عنده أسبابه، وإن شاء الله يكون هو منارة بالبلد اللي موجود فيها. الله نحن نكون منارة بهالبلد اللي نحن موجودين فيه كخميرة وكملح، لأنه هالإنجيل صار بيعنينا بالصميم. نحن تحت أي سقف موجودين؟ تحت سقف الآب السماوي ورحمة وكلمة بشارته اللي ممكن تجعلنا أشخاص جداد. نحن كأشخاص وكجماعة مؤمنة وكل هالبلد هيدا نكون خميرة صالحة فيه، أو بالبلدان اللي نحن موجودين فيها نكون خميرة صالحة، ولا رح تكرر برنامج هالغسالة نرجع نحط هالغسيلات من جديد تنرجع نتعلم الدرس. وما رح نتعلمه إلا إذا اتضعنا كأشخاص كجماعة مؤمنة، نتضع قدام المسيح ونتعلم الدرس مرة بحياتنا، ولكن هالدرس يمشي ويسري على كل حياتنا. ساعتها نقدر نقاف قدام الله ونسبحه ونشكره على نعمته اللي علمنا من جوا ومن برا كيف نقاف بحضرة أخونا ونرفع أخونا للآب السماوي لحتى هو يعطي نعمته مشان يصير لإله، مش تنحكي عليه ونفتري عليه ونظلمه أو ندينه إذا غلطان ويبقى برات المسيح. هيدي هي البشارة المسيحية اللي مثل كماشة طلقتنا على المالتين وبتريد تضمنا للمسيح لحتى الكل يكونوا لإله. أمين.